بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الفرقة الرابعة شعبة الاقتصاد بالمحاضرة الثانية في المراجعة. بنتكلم النهاردة عن الفصل العاشر اللي هو عبارة عن التكاليف أو الشابتر بتاع التكاليف. فبنستعرض مع بعض برضو مجموعة من الأسئلة لكي نوضح لأبنائنا الطلبة السؤال بيجي إزاي والإجابة. وده نموذج زي ما احنا قلنا ما بيشملش كل المنهج، لان زي ما احنا قلنا الوقت بالنسبة لنا هيبقى قصير جدا، وبالتالي علينا ان احنا نسترشد بهذه الاسئلة فقط، والمطلوب مننا طبعا المنهج اللي احنا خدناه بالكامل زي ما احنا حددناه في المحاضرات السابقة. السؤال اللي هو النموذج بيقول: وضح بالرسم البياني العلاقة بين التكلفة المتوسطة والحدية. بتتلخص العلاقة بين التكلفة المتوسطة والحدية في الآتي: واحد، التكلفة الحدية أقل من متوسط التكلفة التكاليف عند تناقص متوسط الإنتاج، وده اللي باين أهو في الحسبة اللي قدامنا. أدي التكلفة الحدية ودي التكلفة المتوسطة، ماشي كده؟ يبقى التكلفة وهي بتقل بتبقى التكلفة الحدية هنا ايه؟ أقل، لكن لما بتصعد بتبقى التكلفة الحدية أكبر من التكلفة المتوسطة. السؤال الثاني: وضح الفرق بين التكاليف الخاصة والتكاليف الاجتماعية في ضوء دراستك للتكاليف وحجم الإنتاج الأمثل. التكاليف الخاصة هي التكلفة الخاصة بالمنشأة من المواد الخام والعمالة والإعلان وأي مصاريف أخرى، مصاريف التشغيل يعني. أما المصاريف الاجتماعية بالتالي فإن المصاريف الاجتماعية هي المصاريف التي تخضع للتوفرات الداخلية والخارجية، بمعنى إن المصنع اتبنى جنب مثلا صرف صحي مثلا، او في صرف صحي قريب منه، يبقى هنا بيوفر في التكلفه، وبالتالي قدر ان هو يستفيد من التكلفه الاجتماعيه في هذه الموقع بالنسبه للموقع الايه؟ المصنع. اما بالنسبه للتكاليف الاجتماعية لإنتاج مستوى معين من إنتاج المصنع تكون أعلى من التكاليف الخاصة، وبالتالي يمكننا تعريف التكاليف الاجتماعية على أنها تساوي التكاليف الخاصة مضافا إليها كافة التكاليف التي تتحملها الأطراف الأخرى الذين لا يشتركون في الإنتاج. يعني في تكاليف أخرى بخلاف تكاليف الإنتاج بيتحملها المصنع، ودي بتعتبر تكاليف إيه؟ اجتماعية. وضح بالرسم البياني التكاليف الكلية في الزمن القصير.